منطقه سرج هي عباره عن على مساحه 5500 متر. حجم الانتاج بتاعنا حوالي 1,000,000 قدم في الشهر. ابيوز هي شركه سوشيال انتربرايز ليها هدف اجتماعي وبيئي. احنا بنعيد تدوير الاكياس البلاستيك وبنحولها لخامه زي المشمع، بعدين بنحولهم لشنط حريمي ورجالي. احنا بنعمل ديكور وتجات جلد، بنعتمد على تصميم التجات تصميم هندسي، وعلى حسب العميل بيطلب تصميم معين بننفذه له، بنحوله له من الرسم اللي هو عاوزه لرسم هندسي. خدمه المركز في تقديم الخدمات لقطاع الجنوب. من اهم النقط كمان اللي المشروع ركز عليها هو نقل هذه الخبرات للعاملين في المركز والمدربين، وده من اجل توسيع دايره النشاط والاستمرار ان احنا نقدم الجديد، كل ما هو جديد في صناعه الجنوب. العاملين، اداره الامن، اداره التسويق، تسويق المنتج هي ليها دور انها بتجيب المكاتب العالميه اللي بتستورد من فيتنام وبتستورد من الهند ومن بنجلاديش ومن الصين. احنا الشركه دي دورها بان هي بتعمل دعوات اقامه وطيران للمكاتب، لاصحاب المكاتب دي.